اليوم أحياء حمص القديمة 14 تتعرض للقصف بكافة أنواع الأسلحة المدفعية ورجمات صواريخ وقذائف الهاون، بالإضافة لمشاركة طيران الحرب، حيث قام بغارتين على الأقل على حي الخالدية وأحياء حمص المحاصرة بشكل عام. طبعا سياسة مشابهة لما حدث في مدينة القصير، حيث يتبع النظام سياسة الأرض المحروقة ويدمر كل شيء في هذه الأحياء. تقريبا أحصي عدد ما يقارب 300 قذيفة حتى اللحظة مختلفة النوع، طبعا تزامنا مع اشتباكات عنيفة على مداخل هذه الأحياء، وخاصة حي باب الهود وباب تركمان وأيضا وادي السايح وجبهة الخالدي والقرابيس. طبعا كل هذه الجبهات تشهد اشتباكات بشكل شبه يومي، ولكن اليوم هي الاشتباكات الأعنف منذ بداية هذه الحملة. طبعا الاشتباكات لم تقتصر على مدينة حمص لوحدها، ولكن امتدت لتشمل الريف الحمصي وخاصة الريف الشمالي، بداية من الدار الكبير التي تعرضت اليوم لغارتين من طيران الميك، بالإضافة لقصف بالمدفعية وراجمات الصواريخ من الكلية الحربية وحادث ملوك القريب. طبعا دمار هائل في منازل المدنيين في هذه البلدة وسقوط عشرات الجرحى معظمهم من النساء والأطفال نتيجة لاستهداف المنازل المدنيين فقط. طبعا الرسن وتلبيس حالها ليس بأفضل نتيجة للقصف المستمر. مدينة الحولي طبعا اليوم تعرضت للقصف، وهناك شهيد حتى اللحظة في مدينة الحولي وعدد من الجرحى. حقيقة الحملة العسكرية مستمرة على مدينة حمص، محاولة من النظام للاستفادة من الحالة المعنوية بعد معارك القصير وأيضا تلكلف والقريتين. طبعا أغرب ما يحدث في مدينة حمص هو الصمت على ما يحدث، ولا يوجد أي تحرك حتى اللحظة، إن كان من منظمات دولية أو من هيئة الأركان أو من القيادات العسكرية أو السياسية للمعارضة لمحاولة المساعدة لأحياء طيب. حمص القادمة نعم. أو لحمص بشكل عام. طيب يعني طيب سامر، ماذا عن تصدي الجيش الحر لهذا الهجوم؟ وهناك على ما يبدو محاولة من قبل قوات الأسد بأن تفصل الشريف حماة عن حمص، هل لك أن تعطينا معلومات حول هذا الشأن؟ حقيقة يعني حمص هي محاصرة منذ ما يقارب العام تماما. طبعا دائما المحاولات النظام يحاول أن يفصل حمص، لأن معركة حمص بالنسبة للنظام هي معركة حاسمة. طبعا تم فصل حمص بشكل كامل عن الريف الحموي بسبب انتشار عدد كبير من الحواجز، ولا يوجد منفذ باتجاه الريف الحموي أو باتجاه القلمون على حد سواء. طبعا النظام يسعى لاحتلال حمص ويقوم بذلك في هذا الوقت، وأؤكد أن النظام بالنسبة له مدينة حمص هي مدينة مهمة جدا، لأنها تقع ضمن دائرة الدولة العلوية المنشودة بالنسبة للنظام، والتي تمتد من لبنان، وهذا ما حدث في مدينة القصير امتدادا إلى تركيا مرورا بمدينة حمص. النظام يحاول الاستفادة من معنويات الجيش النظامي المرتفعة بعد انتصارات القصير وتلكلف، ويوظفها في خدمة يعني الحملة العسكرية، وهذا ما يحدث اليوم في أحياء حمص القديمة، اشتباكات على أكثر من 5 جبهات على الأقل، وأيضا في جبهات الدار الكبيري. طبعا هذه الاشتباكات لم تتوقف منذ الصباح وحتى هذه اللحظة، نعم. مع استمرارية للقصف أيضا لم تهدأ. وصلت الصورة، شكرا جزيلا لك سامر الحمصي مراسل شبكة شام في حمص، كنت معنا عبر سكايب، شكرا لك مرة أخرى.